السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زين العابدين من قناة زين العابدين، ورجعنا لكم بفيديو جديد. وبهذا الفيديو راح نلعب لعبة اذر كرافت اللي شبهها 200% عن لعبة ماينكرافت. شوفوا حتى شكل الديرت نفس الشيء. هلا بكونكم فاكرين عم لعب ماينكرافت وعم بنكم عليكم، بس لا والله هاي لعبة تانية عم تقلدها لماينكرافت. فيب فخلونا نبدأ. طبعا هذا اول فيديو على القناة، فلا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واللايك وكل شيء يعني حلو هيك مشان استمر يعني وعملكم من هاي اللعبة سلسلة. يلا نبدأ. طبعا خلونا نبدأ رسبنونا بهاي الجزيرة، فرح روح هذيك الجزيرة الاكبر او الاوسع، فرح تجمع خشب وابني بيوت واعمل عمارات كبيرة وشغلات كتير. يلا نبدأ. طبعا انا عندي ماينكرافت بس عم تدق عمل يعني عم لاج مو طبيعي، فما فيني اسوي لكم مقاطع فيها طالما فيها لاج لهالدرجه. يعني هلا خلوني اسوي لكم هيك مقاطع شوي هيك شغلات اني بعدين راح نفكر بما انه باللعب ماينكرافت. طبعا خلونا ننزل تحت نجمع حجار لانه هي حركه كتير اسطوريه، انه بدل ما تعمل كل اغراضك سيوف وبكاكسات وكل شيء كل شيء خشب، بتختصر الوقت تعمل لهم كلهم حجر وتوفر خشب. يعني تنزل لتحت على السريع تجمع حجر، هاي الحركه كتير اسطوريه وسهله وبتسهل لك كل شيء بالحياه. فيب خلونا نطلع، خلونا نطلع إناف. يلا يلا اعطوني الكرافتنج تيبل. هلا نعمل فرن، نحط الفرن هون وحط اعطيني بالله سيف لانه في حوالي هدول الخواريف والاشياء اللي هون بدي اقضي عليها. طبعا خلينا نشوف انا عملت شيء. لا بس بدي اعمل اكس. اوه ما بيكفي الحجر، والله ما بيكفي الحجر. ان شاء الله هلا خلونا نطلع لفوق كالعادة. يا الله بيسكر اخيو. بدي اعمل هلا اكس. خلونا نصفط الغراض لانه هيك بحس الموضوع اسهل واحلى، يعني هيك بيطلع الموضوع مرتب. يعني شفتوا علي هلا راح اقتل كم خروف عشان ادمنا الليل وما يقتلوني الزومبيز بسرعة. خلوني بس اخذ هذا الخروف. اي خروف بالضبط؟ طبعا هو حرام اني اكل لحم الخنزير، بس بما اني يعني انا برية وهيك يعني، فما في غير لحم الخنزير اكله، ليش ما اكله يعني؟ واي نوت. طبعا هو حسبي الله، عادي عادي، استغفر الله ناكله ونقول استغفر الله يمشي الحال. بس تعال حبيبي، تعال حبيبي، انت حبيبي. بدي خروف ثالث لحتى اقدر اسوي تخت بليز مان. في بقرة هون، يا بقرة بقول تعي موتي. في بطوطة هون، ايش بقول كزكوزة يعني هيك مثلا بقرة بقورة. او ماي جاد شو هون؟ اوه فحم، نحتاج الفحم كتير لحتى نساوي بنحطهم بالفرن يعني هيك وكذا ومذا وفذا. طبعا اذا ما تحطوا لك ترى ما مستمر بالسلسلة، لانه انا يعني عدا عمكم حسب دعمكم مكفي السلسلة. بس بليز حطوا لايك، بليز 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 حطوا لايك. طبعا في بقرة هون، او ماي جاد تشاهدي على روحك. للاسف انت اليوم راح تموتي، بعرف انك يائسة. هلا لا تفكري بعيالك، لا تفكري بأي عائلتك، لا تيأسي، خلاص الله يرحمك. لا معاس يأسي، وين عم تهربي؟ يأستي مرة ثانية، خلاص موتي الله يرحمك، تضربي انت والموتة. اوكي في هلا رح ابني بيت هنيك، يا ربي يطلع لي قرية. او ماي جاد اذا بيطلع لي قرية والله حظ اسطوري. مر على طول انا سبحان الله لما العب لحالي هيك يعني انه بلعب بيطلع لي قريب من اول ما برسبن جنب القرية. اما هلا سبحان الله ما عم لاقي قرية هيك يعني، بس لانه هيك يعني قدامكم يعني هيك ببالي. فيب خلونا ندور على قرية حوالينا. ما في قرية بليز. اوكي مو مشكلة، يعوض الله. بس اغراض الستة هنيك، يا الله لا شو بيروح لهنيك مرة تانية. خلاص نساهم نساهم. هلا بدي بدالهم. بس خل دوني جمع شوية حجر، بتوقع 10 بكفوا زيادة. خلونا نعمل كمان كرافتنج تيبل واحد، اطلي اياها هون. اي يلا عم تلقلق اللعبة. بدي اعمل بالله منطقة اسطورية هون، وبس خلي هاي الشجرة رح خليها انه يعني رح خلي هاي الشجرة انه هيك والله منظرها لانه حلو كتير. فخلونا نلبس هاي القبعة الجميلة. او ماي جود شو بدي اساوي هلا؟ فرن فرن نسيت فرن.
احطه هون هيك فوق الكرافتنج تيبل، يطلع منظر اسطوري. وخلونا نشوي هدول اللحمات، اليوم بدنا نتغدى لحم. وخلي هدول هون، يعني انه عاس مزرعة قصب السكر تبعيتي، راح ازرع اكتر يعني، لانه بما انهم منطقة العيش تبعيتي فواي نوت. او ماي جاد، يا سلام، والله منطقة اسطورية. خلونا نجي هون نعمل هاي الحركة الاتية. وبدي اجمع لي شوية خشب من هذيك الغابة وارجع لكم. ايوه هلا تمام، هلا انا متجه على البيت لحتى بلش بناء البيت. ويلا ليتس جو. طبعا انا ما استكشفت المنطقة اللي حوالي. وطبعا خلونا ننام، خلونا ننام، صار الليل يا حبيبي. اي تحرك. والله المنطقة هون حلوة، هيك الشجرة هي جميلة جدا. اوكي اوكي صباح الخيرات والميرات والفيرات. يا سلام لحم. اوكي هي المنطقة، راح بلش اوقع دايا. هات اللحمات وشوي لي بالله هدول لو سمحت. خلينا هدول يستوى، وانا راح بلش بناء البيت. وين راح ابني البيت؟ راح ابني هون توقع. كويس، وحدة اثنين ثلاثة أربعة. بعدين عم تسألوني انه ليش ما كفيت هدول، ليش ما بتعملهم بالخشب؟ لا انا رح اعملهم بالازاز، بتوقع خلص الفحم على هدول. يب بس بتوقع بيكفوا، يا رب بيكفوا. او ماي جاد بتوقع ما بيكفوا، بس على كل حال ها حطيت كل الستاكات بس مو مشكلة. هي 48، والله بتوقع ما بعرف. هلا رح نشوف، رح نحط. انتهيت تغليف البيت بالقزاز، والله البيت مبين اسطوري. بس باقي اني اسقفه بال، طبعا السقف هلا بده كتير وقت. رح اعمله سقف عادي، يعني ماني عامل له قبة او اي ديكور، رح اعمله شلون ما كان هيك. بس هلا خلوني نساوي باب ونجيب اغراضنا لجوا. طبعا رح غير، يعني رح ظبط كل البيت، لا تفكروا انه هذا هو الشكل الراهن. رح ظبط كل شيء خلف الكواليس. هلا خلونا ننقل اغراضنا جوا البيت. اعطيني بالله التخت، يا سلام، والفرن والكرافتنج تيبل. طبعا عندي كرافتنج تيبلين، وحده متنقله وحده ما متنقله. اي 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 لقلقت، راح احط هون. ويا سلام، هلا هذا الشكل البدائي. راح اعمل سقف وغير ارضيه البيت. فلهيك كنا وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا تعمل لايك واشتراك بالقناه. وطبعا بما انه هذا اول فيديو بالقناة، فبتمنى انك تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتعمل لايك، يعني وتضبطني وتشتر، يعني تنشره لاقربائك رفقاتك، يعني تعرف تضبطني انت. بس مشان كفي بهي السلسلة وضبطني يعني، مشان كفي لك السلسلة، يعني ماك شايفني عم اتعب انا عم وبنيت لك بيت ما في احلى منه، يعني بس يعني ضبطني ولو. المهم وداعا، باي باي.